السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد أوقاتكم بكل خير متابعين الكرام. وزي ما تشوفون كامري هايبريد إي بلس 2025، الفئة المطورة من الستاندر، صادة حلوة. طبعا جات خير، السعر في المعرض 124,200 ريال شامل الضريبة، لكن بالوكيل السعر 112,000 ريال. ليش الفرق؟ في المعرض طبعا يسحبها من موزع، الموزع يكسب الله يرزقه، والمعرض يكسب حاجة بسيطة والله يرزقه، والله يرزقنا جميع. لكن بالأول الخير إذا تبي تشتريها بسعر 112,000، السعر هذا هو عند الوكيل، تقدر تأكد بنفسك وتروح عند الوكيل. بس عشان أكون معكم صريح، نظام حجز عند الوكيل، فالمستعجل بياخذها يعني في المعارض يلقاها 124,200، 125، 127. المعرض تختلف، ممكن معرض يقول لك 115، 117 حسب خراجه. لكن أتكلم عن سعر السيارة هذه اليوم لدى معرض عبد الرحمن عماد الدين للسيارات. فئة الإي بلس فئة مميزة جميلة، مواصفاتها حلوة. صراحة ما توقعت أن الإي بلس بالمواصفات هذه، توقعت أنها كم لمسة مختلفة عن فئة الإي. كامري، تويوتا كامري 2025 حصلت على تغييرات جديدة، محرك الهايبريد هنا حصل على تطوير، صار محركين كهربائيات، زادت أحسنتها ما شاء الله تبارك الرحمن. قبل ما أبدأ بالتغطية، سيد إخوان الكرام اشتراكوا بالقناة، قناتي متخصصة بالسيارات، ويلا نتعرف على محبوبة الشعب تويوتا كامري 2025 فئة إي بلس الهايبريد، وبسم الله. طبعا متابعيني الكرام، تقدرون تحملون تطبيق عماد الدين على أجهزتكم الذكية، سواء كان جوالك يعمل بنظام الاي او اس ولا كان بالاندرويد جهازك، سواء ايباد، تابلت، جوال، اي شيء، تروح للمتجر وتبحث عن عماد الدين وتحمل التطبيق. التطبيق فيه كل السيارات المتوفرة بالمعرض، كامل تفاصيلها، أسعارها وصورها، تقدر تتصفح بهذا الشكل تشوف السيارات الموجودة. كذلك تقدر تبحث عن سيارة معينة، حاب أبحث مثلاً أنا عن تويوتا كورولا، أروح إلى تويوتا بعدين أبحث عن كورولا وأشوف التويوتا كورولا اللي موجودة. تلاحظون هذه التويوتا كورولا موجودة في معرض عماد الدين للسيارات، حاب أشوف هذه السيارة، المواصفات بالكامل مكتوبة. كذلك حاب أتصفح الصور، هذه الصور زي ما نلاحظ حتى طاقة وقود صورة لكم العافية الشباب. كل السيارات موجودة مع أرقام التواصل بالكامل، أو حاب تبحث بشكل عشوائي روح للقائمة هنا، مثلا حاب تبحث عن كامري أو قول سوناتا، خلينا نروح نشوف السوناتا، هذه السوناتا، يطلع لك سيارات السوناتا، هيونداي سوناتا اللي موجودة في المعرض. حمل التطبيق الآن. تويوتا كامري سيارة سيدان متوسطة الحجم من شركة تويوتا اليابانية، وتصنع السيارة في اليابان، ياباني تصنع ياباني. في كم اكسسوار يضيف الوكيل من مصانع تويوتا لكن خارج اليابان، مثلا زي الحساسات تكون إضافية مصنع الصين إلى آخره، بنتكلم عنها بشكل سريع. لكن بالأول الأخير، أي قطعة ضايفها الوكيل هي مع ضمان السيارة. ضمان التويوتا كامري 3 سنوات و 100,000 كيلو، لكن إذا أخذتها هايبريد الوكيل يعطيك سنتين زيادة أو 60,000 كيلو، فتصير 5 سنوات أو 160,000 كيلو. البطاريات لا، توصل 8 سنوات أو 160,000 كيلو. فهذا من باب التحفيز لسيارات الهايبريد. وعلى فكرة بصراحة شركة تويوتا غنية عن التعريف في جودتها لسيارات البنزين والهايبريد، متطورين جدا في موضوع العملية. هذه السيارة أعيد وأكرر يا جماعة، تويوتا تقول هذا شكل جديد، أنا أحترم تويوتا، أقول لهم خلاص شكل جديد، لكن أنا عن نفسي كعبد الرحمن أشوفها فيس ليفت، بحكم أن في بعض القطع ما زالت نفس القطع اللي موجودة على الموديل السابق من هالرفرف حسب ما أشوف. والباب التطبيق الحقيقي أنك تجيب كامري 2014 وكامري 2024 2025 وتفك البيبان والرفارف الأمامية، طبعا البيبان والرفارف الأمامية، وتركبها تشوفها بالطابقة. المحرك 2.5 الهجين المتطور والجديد على تويوتا كامري، 226 حصان. طبعا جت بمحركين كهربائيات الإضافه عشان يعطي عزم افضل للسياره، زي ما لاحظنا 226 حصان، كذلك تكون شده السياره حلوه فكنت تسارعها افضل، وما شاء الله تبارك الرحمن من واقع تجربه نعم جميله. واعيد اكرر، انا عن نفسي كعبد الرحمن اتكلم عن نفسي، انا ما اقول لك روح اشتري هايبريد ولا تشتري الا هايبريد، وانصحك انا عن نفسي كعبد الرحمن إذا بقتلي تويوتا كامري أروح لخيار الهايبريد. الجير أوتوماتيك بنظام ACVT والدفع فيها فهو أمامي. طبعا ليش جير أوتوماتيك ACVT؟ عشان صرفية CVT
تكون افضل، وبحكم انها هجينه ضافوا كلمه الاي عشان الجير يكون يعني متناسق مع السياره او السياره الهجينه، فصرفيتها افضل وعزمها افضل. فتحت سقف، وهذه الميزه اللي ما توقعتها على فئه الاي بلس. يعني ما يهمك المواصفات، خذ اي بلس وخلاص. وعلى فكره يعني فئه ال اي اللي هي تعتبر نصف حاليا على البنزين اسعارها وصلت 135-137. انا كعبد الرحمن لا باخذ هذه الفئه والستاندر. مواصفات الخارجيه عندنا ال اي دي، نور علي واطي ال اي دي، حساسات اماميه، كشف الضباب ال اي دي. زي ما ذكرت لكم حساسات اماميه هذه اضافيه على هذه الفئه. طبعا في فئات تجي مصنعي وفي فئات تجي اضافي. هنا اضافي، منتج معتمد من تويوتا بالاول والاخير لكن صنع في الصين. هنا الجنط مقاس 17 انش، وهذا هو جنطه الاساسي ما هو اضافي. الستاندر جنطه اضافي، هنا الجنط لا اساسي. كفره من نوع كهاما 215/55، والجنط 17. تقنيه الهايبريد اتش اي في الجديده اللي على هذه السياره، عندنا فيها اشارات بالمرايه، اطارات النوافذ كروم. طبعا اعتقد هذه التقنيه متقاربه جدا مع الهوندا اكورد الهايبريد. 27.7 كيلو، تحسن في صرفية الوقود بشكل كبير. 1.7 كيلو زيادة عن الموديل السابق. النوع البنزين 91، الجير سي في تي، هو طبعا اي سي في تي. خزان الوقود 50 لتر على سيارات الهايبريد. من الخلف هذه السيارة طبعا الإضاءة الخلفية عادية ما هي مكتملة، يعني ال اي دي خطوط ال اي دي. 4 حساسات على الصدام الخلفي، إضاءة اللوحة ال اي دي اي بلس الفئة. طبعا يا جماعه هذه الكلمه مثلا قلت لكم في بعض الاكسسوارات يكون ضايفها الوكيل، هذه مصنوعه في الهند، كلمه ما هي قطع في السياره، اكسسوارات. اعيد واكرر، طبعا عندنا فرشه حمايه هذه تايلاند اتوقع، كذلك فرشات السياره تايلاند، حتى لو هي تايلاند هي من مصنع تويوتا، لها رقم في تويوتا، لها كل شيء زي ما نلاحظ. عندك الشنطه هذه كذلك في الصين، حتى مطور الهواء كذلك من تويوتا مصنوع في الصين. بس الجميل ترى عبد الرحمن ما قاعد يتفلسف عليك ويعطيك معلومات سريه، لا 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 لا، ادخل موقع الوكيل ومسجله، يعني الوكيل ذاكرها. طيب نشوف السبير، هذا هو هنا موجود، إضاءة اللوحة ال اي دي، ما زالت السيارة ياباني، تصنيع ياباني. طبعا دخول ذكي، تشغيل ذكي، هذه مفتاح السيارة الذكية، الدخول الذكي والتشغيل الذكي. بمجرد حابين ندخل السيارة نلمس المقبض يفتح القفل. هذه من الداخل، طبعا كرسي السائق كهربائي على جميع الفئات حسب علمي، حتى الستاندر كهربائي. فيها رباقات جانبية، طبعا زجاج كهربائي تمسة واحدة، سنتر لوك في باب السائق، سنتر لوك في باب الراكب. هنا الصف الخلفي، لاحظوا القماش على الأبواب، الجلد في لمسات جميلة. تكاية بحاملة أكواب، مثبت مقعد أطفال، تكاية الرأس ثابتة، وعندنا هنا لمبات السقف LED. هذه طبعا فيها ستارة، كذلك هذه ستارة إضافية حسب علم أنها تايوان. هذه الأشياء اللي أذكرها لكم زي ما قلت لك، أدخل موقع تويوتا السعودية تلقاها مسجلة. فتحة تكييف، منافذ طاقة تايب سي. من الأشياء الجميلة صراحة خامة المقاعد أعجبتني جدا. هذه السيارة من الداخل. طبعا الزجاج اوتو لمسة واحدة، سنتر لوك في باب السائق، مراية كهربائية بخاصة الطي، نلاحظ قماش على الابواب، كذلك الجلد، التطعيم الفضي شبيه بالكروم اللي هنا. عندنا هنا طبعا التراكشن، الحساسات، تحكم في مستوى الضوء الداخلية للعدادات. عندنا هنا الستارة الخلفية، لازم تقريوس. عندنا هنا طبعا يعني ليش الزر هذا؟ طيب انا مش استفيد منه. اي لا دبل عليه. طيب عندنا هنا فتح قفل الشنطه، فتح قطعه الوقود، شوف ما تبيها خليك مدبل عليه، مو بضغطه واحده، شوف تدبل عليه زياده، يعني يبغى له هولد. هذا هو الدركسون مكسو بالجلد. صوت البوري، طبعا البوري فاخر، مصنوع في الصين، مو صوت البوري العادي يعني، هذا كذلك قطعة إضافية مسجلة هنا. طب في كل شيء حتى الإكسسوارات اللي مركبها حاط لك كتيبات فيها،
كلها منتجات معتمدة من تويوتا. طبعا لاحظ هنا الحرارة، تنكي الوقود، والعداد هذا هو. طبعا هذا هو العداد العادي تويوتا كامري 2025، الفل يجي شاشة كاملة والجراندي. عندنا الاوتو الانوار تقريبا هرطت في بليل تشتغل، عندنا عصام الساحات الزجاج، الدركسون تكلمنا مكسب الجلد، مثبت السرعة، التحكم بعدد الرحلات يجي باللغة العربية والانجليزية حسب ما تختار، تحكم بالنظام الصوتي، صوت البوري، الاوتو الانوار، عصام الساحات الزجاج زي ما ذكرنا لكم، طبعا بوري في الصين مصنوع، زر تشغيل ذكي، شاشة معلومات تدعم خاصية ابل كار بلاي اندرويد اوتو. هذه الشاشة الصغيرة اللي هي شاشة الكاميرا العادية، طبعا فئات العليا الجراندي واللومير تجي الشاشة كبيرة، فيها كاميرا خلفية. مكيف السيارة فيه وضعية الاوتو لكن بدون تحكم منفصل. عندنا هذا هو التكييف، اربع فتحات، منفذ تايب سي نظام صوتي، منفذين طاقة تايب سي، واكيد عندنا شاحن لاسلكي الجوال كذلك. هذه القطعة طبعا صنع في الصين، منتج معتمد من تويوتا اللي هي الشاحن اللاسلكي على هذه الفئة. حملات اكواب بعد 2، الجير اوتوماتيك نظام اي سي في تي، وعندك وضعية مانوال تبديل بين سرعات الجير يعطيك 6 سرعات الجير الاي سي في تي. درايف مود ايكو نورم سبورت 3 وضعية القيادة، اوتو هود الجانت الكهربائي من نظام ايفو مود الخاص بسرعات الهجينة. حملات اكواب بعد 2 مع وجود تكاية بالوسط، طبعا التكاية هذه فيها مساحة تخزين ومنفذ طاقة كلاسيكي وجاي فيها الطراوة. سنتر لوك في باب الراكب زي ما نلاحظ، كذلك هذه قطعة إضافية موجودة، هذه الحساسات الأمامية، هذه القطعة الإضافية، هذه حساسات خلفية، هذا البوري، وهذا الشحن اللاسلكي، وعندنا هنا طبعا قفل الأبواب، قفل الأبواب الراكب السنتر لوك. نروح لنظام برنامج العناية الممتدة لمركبات تويوتا هايبرد عبد اللطيف جميل. طبعا عبد اللطيف جميل سيارات الهايبرد يعطيك عليها ضمان ممتد، عندك على القطع الأساسية ضمان مصنع على جميع أجزاء السيارة المشمولة، 3 سنوات أو 100,000 كيلو، زائد سنتين أو 60,000 كيلو، يعني تطلع عليك 5 سنوات أو 60,000 كيلو. بالنسبة ضمان مصنع للبطاريات الهايبرد 3 سنوات أو 100,000 كيلو، يوصل معك 5 سنوات أو 60,000 كيلو، عفوا زيادة 5 سنوات أو 60,000 كيلو، يطلع عليك 8 سنوات أو 160,000 كيلو على الهايبرد. بشكل مختصر يعني ضمان السيارة الممتد 5 سنوات أو 60,000 كيلو، والضمان البطارية 8 سنوات أو 60,000 كيلو. طبعا مراية داخلية جاي سلم كذا فريمليس تقريبا، تعتيم، هذه موجودة تعتيم، أنوار السقف LED، عندنا شماس السائق فيها مراية مع إنارة LED، شماس الراكب كذلك فيها مراية مع إنارة LED، وهذه فتحة السقف. لاحظ السقف صار باللون الأسود والقماش صار كذا سميك شوي، جميل صراحة. الأمن والسلامة فرام لبي اس، نظام الثبات الإلكتروني، حساس كفرات، إرباقات أمامية وجانبية، وعدد 5 أحزمة أمان. هذه أبرز المواصفات اللي في تويوتا كامري فئة إي بلس، هي تعتبر فئة المطورة أو فئة ستاندر المطورة. الأشياء الجميلة صراحة، ما توقعت الإي بلس فتحة سقف، ما توقعت دركسون يجي مكسوب الجلد، المراية الداخلية تعتيم، فتقريبا تعتبر هي فئة الجي ال اي الهايبرد. مع العلم عندهم فئة ال اي هايبرد، إن شاء الله إذا جت السيارة أشرح لكم وشوف وش في اختلافات عن هذه، مع الأيام القادمة تبدأ توفر الفئات ونصورها لكم أكثر. لكن متابعين الكرام أعيد وأكرر، أسعار المعارض في تويوتا كامري أغلى من الوكالة، إذا أنت مو مستعجل نصيحة، مو مستعجل احجز من الوكالة. ما أدري صراحة الحجز، في ناس يقولوا 8 شهور، في ناس يقولون سنة، في ناس يقولون 7 شهور، اللي معهم 24 يقولوا، اللي حاجزين 24 يقولون تحول ل 25، فما أدري عن الفترة الزمنية. احجز في الوكالة بتوفر مبلغ وقدره، يعني هذه تقريبا سعر حدود 111-112 ألف، هنا في المعارض 124,200 هنا حاليا، ففرق 12,000 ريال. تشوف نفسك لا صراحة ودك تحافظ على فلوسك، ممكن تحجزها من الوكالة، بس أنا ما أقدر أعطيك فترة معينة. بالأول الأخير لا تشتري شيء إلا وأنت مستخير الله، والله يكتب لكم الخير الجميع. متابعين الكرام طولت عليكم، أتمنى ممكن غثيتكم، إن شاء الله جاتكم تويوتا كامري فئة إي بلس 2025، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.